إلى بحر مدينة العريش وقفت تشكو وحدتها، لم يرد، لكنه بقى يذكرها بأهلها هناك في غزة، هؤلاء الذين أرغمتها ظروف على تركهم لتأتي رواندا بمفردها للعلاج في مصر. مر شهران، شفيت عيناها خلالهما من إصابتهما بشظية، لكنها تقول إن شفاءها لن يكتمل إلا برؤية والديها وإخواتها سالمين. جباليا كانت كتير قصف بيها، علشان كده خايفة يسلم حاجة، فالأفضل أستشهد معاهم أفضل ما يبقوا يسيبوني لوحدي هنا. هكذا صار الموت في أحضان من تحب غاية بدلا من الحياة. لحسن الحظ أنها ليست بمفردها اليوم، فهناك 120 طفلا فلسطيني من مصاب الحرب ومرافقيهم تستضيفهم أحد الأندية بمدينة العريش لحضور يوم ترفيهي، وهو الذي نظمته محافظة شمال سيناء بالتعاون مع جمعية رسالة للتخفيف عن هؤلاء الأطفال وأسرهم. 120 طفل والباقي كبار، كلهم مصابين بيتعالجوا هنا من غزة إصابات مختلفة. تفاصيل اليوم هتكون يعني عروض فنون شعبية، حاجات أغاني فلسطينية، وجبات للأطفال وهدايا بفوازير بألعاب، هيدخلوا الملاهي وهيبقى في جولة حرة كده على البحر. منذ أكتوبر الماضي استضافت مصر آلاف المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم للعلاج في مستشفياتها، ويحرص عدد من الجمعيات على إقامة مثل هذه الأنشطة الترفيهية بين الحين والآخر للتخفيف من معاناتهم. قد لا يفهم هؤلاء ما يدور هناك على أرضهم من حرب في غزة، لكنهم بالفطرة يبحثون عن الحياة، حياة وإن ضاقت بهم ذرعا وضاقتهم مرارها في لحظة كهذه تبتسم فينسون الإساءة بابتسامة. مينا حبيب، قناة الغد، محافظة شمال سيناء.